الكتاب لنا وياكم المؤلف والمخرج عوض عوض وكيندا عوض لحتى نحكي عن مسرحية من صدور العمات. نستقبلهم سوا. عوض عوض وكيندا عوض، اهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليوم. كنا عم نشوف سوا مشهد من مسرحية صدور العمات. هل هي من القول يلي بيقول خذوا البنات من صدور العمات؟ ليش اخترتوا ليش اخترت عوض هيدا العنوان؟ أول شيء في لعب هو شوي على الكلام بالنسبة لصدور العمات، لأنه صدور العمات بتعني مثل المثل اللي بيقول خذوا البنات من صدور العمات. تاني شيء لأنه بالبلاي هن بالمسرحية هن عم بينبعثوا من أول وجديد بمطرح جديد، فعم يصدروا بمطرح جديد. لعبت على الكلام شوي. وكان المعنى مقصود كمان. كيندا هيدا أول عمل مسرحي لإليك، عم تدرسي راديو تي في أول سنة بالجامعة. خبرينا عن تجربتك بهالمسرحية. أنت سميتي بالمسرحية مسرحية صحيح. أول شيء ليش اخترت هالاسم؟ عادة هذا الاسم نادرا ما يستعمل. هو المسرحية شوي إنه أعمار شوي كبيرة. ف مرسي على الكومبليمان. نعم عملنا شوي. كنت صار فيك تحكي، تفضلي. أول شيء إنه أنا عوض تعرفت عليه كتير إنه من خلال المسرحية، وصراحة تفاجأت من هالقد يعني كتير مختلف عن التلفزيون. في لازم يكون عندي كتير كوميتمنت، لازم تكوني كتير عايشتي على السكريبت، عايشتي للسكريبت، ولازم تكوني عايشتي كل يوم مسؤولية كتير كبيرة أكبر من ما متصورة. ويعني أول شيء على الديركتور، تاني شيء على الأكترز، لأنه لازم تكوني كل يوم هونيك ومع الجامعة خاصة وفحوصات والتزامات أخرى دراسية وجامعية. وبالنهاية الأضواء عليكم أنتو. أكيد اللي بيتحمل المسؤولية المخرج والمؤلف، ولكن بالنهاية الجمهور بيحكم دغري على الممثل يلي. بس تجربة كتير حلوة أكيد من الأخير عندي. أكيد أكيد أكيد. عفاف بالمسرحية مين بعد؟ في كاميرا أسماء غيره؟ في عنا ملكة عم تلعب دورة زينب خضرة، وفي عنا كمان سعاد عم تلعب دورة كرمس وركي. نعم، فينا نحكي شوي عن هالقصة؟ ياريت. أوكي، المسرحية بتصير بالأفتر لايف، بحياة ما بعد الموت، وهني هيدول ثلاث عمات بتوصل ورقة نعوي باسم بنت خيون، فهني ناطرين تحت يستقبلوها، وعم يحكوا بهني وناطرينا عن حياتها، عن حياتهم، كيف كانت حياتهم سوا، وكيف المجتمع بيحكم على المرأة بديفرنت يعني بحالات مختلفة. نعم، كان سلوكهم بالحياة كان منيح يعتبر، كيف بتقيم وانت بالمسرحية ولا بتترك الجمهور هو اللي يقيم حياتهم وسلوكهم بالحياة كيف كان؟ هلا بالنسبة للكاركترز هن كل واحدة منهم عندها قصتها إذا بدك. واحدة منهم هي كانت مطلقة، وواحدة تانية هي مثل ما بيقولوا عانس، أنا بكره التسمية بس نعم. بيقولوا عانس عن المرأة اللي بتتأخر اللي بتتجوز للأسف. والتالتة اللي هي مثقفة اللي عم تلعب دورة عفاف. كندا كل العفافات. مثقفة ودرست وشخصيتها قوية، فكيف المجتمع بينظر لكل كاركتر، لكل ستيريوتايب من هيدول المسؤولين. نعم، بتحكينا شوي كندا عن المسرحية، كيف عم تتفاعلوا انتو، انت يعني عفاف وملكي وسعاد، كيف عم تتفاعلوا سوا على المسرح؟ يعني كيف بيصير الريهرسل، كيف تتمرنوا قبل المسرحية أو قبل العمل لحتى تكونوا حاضرين على خشبة المسرح اللي هي كتير مهمة وكتير صعبة؟ أول شيء وفلقنا فيه عواد projection وarticulation أهم شيء بالمسرح، فمنعمل إكزرسيسات للتنفس. نعم. لنعرف كيف نقول الكلمة، نلفظها بطريقة صح وتنسمع، لأنه بالمسرح ما في ميكرويات. نعم. وكل يوم ولازم نعمل physical exercises كمان، كل يوم نعمل من مر بهالتجربة، وكمان جبنا لافتر يوغا يعني
كل يوم شيء جديد، ما خلى شيء ما شاء الله ما بيخلص. فرضوا عليكم المخرج عوض. عوض عم تحكي كيندا انه في تدريبات صعبه، دائما بيكون في علامات استفهام تطرح على العمل المسرحي قبل ما ينعرض على المسرح، يعني قبل ما يصير العرض المباشر بيكون مش راضي المؤلف او المخرج عن العمل، بيكون في كتير شوائب عم بيشوفها، هون غلط هون غلط، حتى الممثل بيكون كمان مش راضي عن ادائه. بس لما بتضوي، لما بيفتح المسرح، لما الخشبة المسرح بتكون جاهزة للعرض، بتشوف الأخطاء كتير تقلصت على المسرح. هل هيدا الشيء صحيح؟ وعادة هي قاعدة عم بتصير؟ هي في شيء منها صح وفي شيء منها مش صح. هلا لما بنقول نحن انه تقلصت الأغلاط، هي مش بالفعل تقلصت، بس لأنه الجمهور يلي عم يحضر ما بيعرف إذا هو إنه ما بيعرف شو هو السكريبت، ما بيعرف شو الشيء اللي عم بصير، فما بيعرف وين الغلط، فبس عم بيتلقى شيء وعم ينبسط بالشيء اللي عم بيشوفه. نعم. منذكر ايمتى العمل المسرحي رح ينعرض؟ المسرحية عم تنعرض يوم 2 بالجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، مسرح جلبنكيان، 25 شباط. ويلي بحب يجي يحضر المسرحية في يتصل ويحجز 71 28 3335. شكرا لكم عوض عوض.